بسم الله. دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي نعمل عملية جروب. عملية الجروب بعملها اساس لو انا عندي مجموعة عناصر بعملها سيلكت كذا مرة، بدل ما كل مرة ابدأ احدد العناصر، لا انا بحطهم كلهم في جروب، يبقى سهل ان انا ارجع لهم في اي وقت. هاجي هنا اقول له اديت مود واشوف ايه العناصر اللي عايزها، وليكن مثلا العين ديت هعمل لها سيلكت وابدأ احطها في جروب. اجي هنا اعمل جروب وليكن للعين ديت، العين اليمين، واروح ايه ابدا اقول له اعمل لي سيلكت حرف سي، اعلم على الحاجات اللي انا عايزها بان انا بضغط الشمال. وبعد كده لو عايز اشيل حاجه بدوس على اللي في النص يبدا يطرح لي الحاجه اللي انا مش عايزها. طيب اقول له بعد كده ايه الصين، تمام. في اي وقت عايز اعمل سيلكت ادوس حرف ليه عشان اعمل سيلكت، ادوس سيلكت يعمل لي سيلكت للعناصر دي تاني. طيب انا عايز برضو اعمل جروب تاني، اقول له نيو جروب وليكن نسمي اللي فوق دي، نسميها ار، ودي نسميها ال. ال ابدا اعمل سيلكت العناصر ديت حرف سي، وابدا امشي بالماوس كليك شمال، حددت العناصر اللي انا عايزها، اقول له ايه الصين. طيب دلوقتي لو انا عند الار وقلت له سيلكت حدد العناصر ديت، لو انا عند ال اقول له سيلكت يبدا يحمل لي العناصر التانية، ادوس حرف ال عشان يعمل ان سيلكت كله، سيلكت عمل لي ال. فدي حاجة بسيطة، مجرد بس ان انا بميز العناصر اللي انا كل شوية هعملها سيلكت، بدل ما تاخد من وقت في سيلكت لا بعمل جروب ليها بحيث اقدر ارجع لها في اي وقت. وبعد كده تقدر تديها اي امر زي امر اكسترود، زي امر اي اوامر من اوامر البلندر عايز تستخدمها معاها.